من ساعة ما أعلن الكوميديان الأمريكي المعروف كيفن هارت بأنه جاي مصر يعمل عرض ستاند أب كوميدي في استاد القاهرة بتاريخ 21 فبراير السنة الجاية، والدنيا قامت مرة تانية على السوشيال ميديا بيطالبوا بإلغاء حفلته، وده بسبب إن كيفن هارت بيعتبر واحد من أكتر ممثلين السود الداعمين لحركة الأفرو سنتريك. ومش بس كيفن هارت اللي بيدعم الحركة دي، ده غيرهم كتير من الممثلين ومشاهير الغرب أمثال المغنية الأمريكية ريانا وغيرهم كتير. وكمان رجال الأعمال المشاهير من أصل أفريقي بيدعموا الفكرة بقوة سياسيا وماديا. وبصراحة الموضوع مش صدفة، الموضوع واخد حيز قضية كبيرة عندهم ومترتب له كويس جدا. فلو انت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف اصل حكايه الجزء الثاني من سلسله حلقات الافرو سنتريك كفايه تدليس، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخيط. شو تايم. بحكم موقع مصر الجغرافي خلاها معزوله طبيعيه، ورسخت لاساس انثروبولوجي جيني قاعدي استمر لالاف السنين بدون اي تغيير أو تأثر من أي شعوب أجنبية، وده واضح في كل الرسومات والمومياوات والتماثيل طوال فترة الحضارة المصرية القديمة، وده اللي بتأكده كل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة للصفات الجينية للمصريين حاليا. وبالنسبة للبشرة البيضاء ونعومة الشعر واعتدال حجم الأنف، مش صفات جديدة على المصريين ولا حاجة، الصفات دي بالفعل موجودة من آلاف السنين، يعني مش بالضرورة تكون بسبب تزاوج مع شعوب تانية، وده واضح أكتر في مومياء الملك رمسيس الثاني، شعره كان أشقر. أعضاء جماعة الأفرو سنتريك يقدروا يزوروا مومياءه اللي موجودة حاليا في متحف الحضارة علشان يتأكدوا بنفسهم. حتى القبائل العربية اللي موجودة في مصر حاليا مش كلهم من الجزيرة العربية، إنما في منهم من الأمازيغ، المغرب وتونس وليبيا، واللي وفدوا لمصر في زمن الدولة الفاطمية ورجعوا تاني بأعداد أكبر في القرن ال18 وتمركزوا في الصحراء الغربية، حتى إن في بعض العلماء شايفين إن أكتر بدو مصر من المغاربة مش من عرب الجزيرة، لدرجة إن في بعض الدراسات العلمية الحديثة اللي اتعملت مؤخرا وصلت نسبة الاحتفاظ بالصفات الجينية للمصريين القدماء ل90%. كارلتون ستيفنز كون عالم الأنثروبولوجيا الطبيعية ذكر في كتابه The Races of Europe أعراق أوروبا إن مصر القديمة هي أبرز مثال معروف في التاريخ وحتى الآن لمنطقة معزولة طبيعية أتيح فيها الأنواع الجنسية المحلية أصيلة أن تمضي في طريقها لعدة آلاف السنين دون أن تتأثر إطلاقا بأي اتصالات أجنبية. وكلام كارلتون ستيفنز كون بيأكده العالم والباحث المعروف برودريك في كتابه شجرة التاريخ البشري اللي ذكر فيه بالنص: من الواضح طوال فترة ال6000 سنة الماضية أو يزيد إن لم يكن هناك أي تغيير ملحوظ في مظهر عموم المصريين. أما عالم الأنثروبولوجي وخبير علم التشريح أرثر كيس ذكر في كتابه نظرية جديدة عن التطور البشري بيأكد لنا فيه برضو الاستمرار الجيني للمصريين، وقال إن الفلاحين اللي شايفينهم النهاردة هم النسل المباشر لفلاحي سنة 1300 قبل الميلاد. والعالم المصري سليمان حزين ذكر في كتابه تاريخ الحضارة المصرية للعصر الفرعوني واللي انتهى فيه برضو لنفس النتائج، وقال إن القبائل العربية اللي نزحت في العهد العربي لوادي النيل الأدنى ما عملتش أي تغيير في تكوين المصريين العام نتيجة لموجات العرب المتلاحقة. وفي كتاب القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة للدكتور عبد الله خرشد البري واللي بيرصد فيه السلالات العربية من قبل الفتح العربي لمصر ولحد النهاردة بالتفصيل بأنسابهم وفصولها وفروعها، فبيأكد فيه برضه نفس النتائج. أما عن الكاتب والمفكر المصري حسين فوزي فذكر في كتابه سندباد مصري وقال بأن الشعب المصري هو الوحيد الباقي في منطقة معزولة واللي احتفظ بطبعه الإثنوغرافي لحد يومنا هذا، والشعوب اللي اعتادت واستقرت في مصر لم تكن سوى نقطة في بحر. وجمال حمدان في كتابه شخصية مصر ذكر إن برغم الأعداد الكبيرة اللي انصبت من العرب لمصر والاختلاط بعيد المدى مع المصريين، إلا أن هذه العوامل لم تغير من التركيب الأساسي لجسم السكان أو دمهم. ثمن واحدة والنبي يا ريس. وفي سنة 2000 أصدر الباحث الأثري الأمريكي المعروف لاري أوركيت ورقة بحثية مهمة جدا بعنوان ما هو جنس المصريين القدماء، وكان ملخص الورقة البحثية دي في إن المصريين في الحضارات القديمة لم يأتوا من القارة الأفريقية وما كانوش سود البشرة زي ما الغرب معتقد. والعالم البريطاني السير فلندرز بيتري المعلم الأول لهاورد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون واللي قضى حياته كلها في أعمال التنقيب على الآثار ما بين مصر وفلسطين، لخص أبحاثه كلها في الكلمتين دول إن مصر لم تكن مقبرة للغزاة بالمعنى السياسي فقط بل بالمعنى البيولوجي أيضا. وفي سنة 1999 العالمة الأمريكية مارجريت كاندل حسمت الجدل نهائيا بإصدار خلاصة أبحاثها بعنوان
الصفات الغالبة لجينات المصريين. والدراسة دي كانت مدتها 5 سنين، وذكرت فيها بالنص أثبتت دراساتي عدم نقاء العنصر الألماني اللي هو الجنس الآري، كما أكدت استحالة التطابق الجيني لليهود. ولكن النتيجة التي لم أكن كنت أتوقعها أبدا، هذا التطابق الجيني الذي تزيد نسبته فوق 97% ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر، هذا لم يحدث في أي دراسات من قبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من سلسلة حلقات الأفرو سنتريك كفاية تدليس، أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، ولسه في جزء ثالث والأخير هنحكي فيه عن الدي إن إيه الخاص بالأفارقة من حوالي 15,000 سنة، وأتمنى تكون خير ختام للسلسلة دي. ما تنسوناش بقى من دعمكم بلايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقاتنا تحت في الديسكريبشن. يومكم سعيد.